شوفني مشكل كبير، مشكل كبير، مشكل كبير. لهذا وكاين كلمه ما نحبش نسمعها، ولما نسمع هذه الكلمه نتنرفز بكل صراحه. نتنرفز لما يقول لك بعض من الناس وبعض المسؤولين يقول لك الجزائر ما راهيش تكون لاعبين كبار، لهذا رانا نجيبوا لاعبين من الخارج. يعني تشوف الناس كما يقول لك زون با فرو اوزيو، ربما تنويم هذا غلط. كما قال لك علي، انا نشوفوا الشباب لاعبين ممتازين صغار، يعني يمشوا الكره كما يحبوا. اعطي لهم فرصه اللي كاين كونوهم لي مينيم. هو قال لك لي مينيم ما كاش، لي كادي ما كاش، جينور ما كاش، سبور ما كاش، كان الا فريق الوطني الاول، واحد المنتخبات الصغيره. علاش ندير منتخبات صغيره وباهداف وبطموح؟ المنتخب مثلا لي مينيم، مو جو دون ديزيدي با اوتون كو كونسلتون. انا ما نعرفش نعتبر روحي انا الان في هذا الكلام كوم كونسلتون، نعتبر نفسي كمسؤول، كرئيس لجنه الرياضه العليا والاكتشاف المواهب. لان بكلامي راح نساعد ممكن الاتحاديه اللي كي تقوم بعملها، باسكو لا فيدراسيون تو سي لو ديفلوبمون دو فوتبول الجيريان، ولكن اكتويلمون اوني لا كو بور ليكيب ناسيونال. والشباب هذوما من الان خلصت كاس العالم، من الان لازم نفكر يفو ان ستاف تكنيك بور لي مينيم متكون باللاعب قديم، يعني ان جوار ان اونسيان جوار اونترينور امبيريك اونترينور سيانتيفيك تاع لي اس تي اس، اي ان غارديان لي مشى مع الفريق الوطني وعطى يعني طاقم متكامل. يعني هذا هو الطاقم الفني، وراح يكون مع لي مينيم، مع لي كادي، مع لي جونيور، مع لي زيسبوار، هادو كلهم يخدموا بطبقه حتى يلحق المنتخب الوطني مع هاد اللاعبين اللي كانوا متكونين على طريقه جيده. ولما يكون عندك هاد الوساطير هاد اللاعبين، تولي تنجم تعمل لي ستاج اللي تحب، ما تسناش يعني لا دات فيفا باش تعطيك مباراه وديه. تجمع اللاعبين في اي لحظه في اي وقت مع الانديه يعطوك اللاعبين هذوما. ولما يكون عندك مباريات وديه او رسميه، خاطرنا رسميه تعزز هذا الفريق اللي درته انت بافضل او احسن اللاعبين اللي موجودين في الخارج. يعني دير لي جوا بروفيسيونيل كي ايفولي ليترونجي واللاعبين تاعنا بروفيسيونيل اللي ايفولي اون الجيري، الاثنين راح يكون عامل كبير. لان اللي تكونوا في المراكز الفرنسيه او الاوروبيه يعطونا من الاراده تاعهم، من لا كونديسيون فيزيك، من العمل التكتيكي، والتاع الجزائر يعطي لك لو فوتبول الالجيريان، يعني الكوتي تكنيك، لانسبيراسيون، دي تريكوم لي جوا سبونتاني، يعني الفوتبول سبونتاني. الاثنين دخلهم في الوسط وامشي معاهم باهداف سنتين، ثلاث سنوات، وامشي مع هذه السياسه، لان هذه السياسه اللي راح تخرج المنتخب الجزائري. وهذه اللي اعتمدتها الاتحاديه المصريه واعتمدتها الكثير من الاتحاديات، مثل كوستاريكا، مثل كولومبيا، مثل كولومبيا. للاسف احنا واش نشوفوا؟ سي لاغب كي كاش لا فوري. صحيح، الشجره التي تغطي الغابه. هو المشكل، وحنا في خطر، الكره الجزائريه في خطر.